نفسه في اليوم. ليه؟ لان حصل فيه دولار بس. ماشي، حاولوا يحلوا الدولار يا جماعه بان هم يدوا حاجات اس اتش جروب دونرز، ها، زي السيستين ومساي السيستين وبتاع، عشان يحسن الاكشن بتاعه. نيترايتو نيتريتس نو واي ما تحسنش. بقول ان الطريقه الوحيده اللي بتحسن هذه التولرانس هو الايه؟ الانترميتنت يوز. يعني ايه الانترميتنت يوز؟ اللي هو الايه؟ يستخدم شويه ويتوقف ايه؟ شويه ليه؟ ها؟ لو يتوقف شويه ليه؟ معنى كده ان هو يعيش شويه ليه؟ يتوقف فيه يكون ازاي؟ قال لك حاجه من اثنين. اولا ما ينفعش ان احنا نستخدم ايه؟ نيتريت از اي مونوثيرابي. لان انت في فترات ما هي تتوقف فيها على النيتريت. إذا ما تقدرش، ما ينفعش انك انت تعتمد على النيتريتس بس كعلاج وحيد في حالات الايه؟ الانجينا. تاني حاجه احنا نستخدم برضو الايه؟ الاذر دراكس، او في الفتره اللي انت بتتوقف فيها ديت انك انت المفروض تبقى فتره ريلاكس، ها، وريليف، بعيد عن الايموشنز وبعيد عن الايه؟ الاكزيشن. واحد واخد اجازه مش محتاج بقى يعني يبقى فيه ايموشنز وفيه اكزيشن. دي هي الايه؟ اذا الطريقه الوحيده للتغلب على التولرنس بتاعك نيتريت هي الايه؟ انترميتنت يوز. انترميتنت يوز يعني استخدم شويه واتوقف شويه. كونتر انديكيشن في حالات الهايبر سنسيتيف تو نيتريت، واحد عنده حساسيه تعمل ايه؟ طبعا في منهم ايه؟ كروس سنسيتيفيتي مع اي حاجه من النيتريت. هايبو تنشن وهايبو فوليميا واورتيك ستنوزس، كل الحاجات دي يا جماعه فيها ايه؟ فيها لو كارديك اوفوت. فانت بتدي النيتريتس برضه بتقلل الايه؟ كارديك اوفوت. ما ينفعش تدي النيتريتس في ايه؟ في هذه المسائل. واضح ولا مش واضح؟ يعني كل اللي احنا شايفينه ده الهايبو تنشن، هايبو فوليميا، الاورتيك ستنوزس، الكونستريكتيف بيريكارديتس، الميتري ستنوزس، الماركت انيميا، ها؟ كل ده فيها ايه؟ لو كارديك اوفوت. لما بتدي النيتريتس بتقلل لك الايه؟ الكارديك اوفوت مور، فما ينفعش انك انت نستعمل هنا اوت النيتريتس. الهيد تروما والسيريبرال هيموج نفس الموضوع، واحد عنده اتخبط خبطه وبدا يحصل فيه نزيف. فانت لو اديت برضه النيتريتس وبتاع هتبدا ايه؟ توسع بلاد فيسز وايه؟ وتزود النزيف. الانجل كلوجر جلوكوما فور شور. ليه؟ الانجل كلوجر جلوكوما معنى كده ان الاكواس هيومر اللي هو داخل العين التصريف بتاعه مش كويس. الكلوز اللي بيحصل فيها تصريف بلاعه في الاي يعني بيتصرف فيها الاكواس مسدوده. فانت لما بتدي نيتريتس هتزود الايه؟ هتعمل اتساع فين؟ في الريدينال بلاد فيسز. ولما تعمل اتساع في الريدينال بلاد فيسز ايه اللي يحصل؟ بيزيد تصنيع الاكواس هيومر. يعني انت بتزود التصنيع في نفس الوقت ما فيش تصريف. واضح مش واضح؟ دراج انتراكشن مع السيلدينافين. السيلدينافين الناس اللي هي بتاخد ايه؟ الفياجرا. طبعا الميزه في الفياجرا انها تعمل ايه؟ دايلاتيشن في الايه؟ في الجينيتاليا او في البلد بس بتاعت الجينيتاليا. طبعا انتوا مش خدتوا انتوا قبل كده ماشي. فطبعا الشخص اللي هو ايه عنده مشكله عنده اسكيميك هارت وبتاع خلي باله جدا، مش معنى كده ما بيستخدمش فياجرا بيستخدم بس طبعا ايه؟ يبقى اندر ايه؟ ميديكال سوبرفيشن. دي طبعا اللي هي ايه؟ بريباريشن والايه؟ واليوجوال دوز وانسيت الى اخره. ماشي يا رجاله؟ هناخد فكره عامه عنها لكن يعني لازم تبقى برضه عارف، لكن غالبا يعني مش يهمني حاجات اساسيه. بعد كده البيتا بلوكر. قلنا الدراجز دي بتستخدم في الانجينا، اول حاجه كوروني دايبيتوس، ثاني حاجه ايه؟ بيتا بلوكر. البيتا بلوكر ثالث حاجه الانتي بيتا. المفروض الحقيقه البيتا بلوكر كانت تيجي بعد الايه؟ كالسيوم شاي بلوكرز، لكن زي بعض على اساس ان الايه؟ البيتا بلوكر ده دي كاتيجوري ثانيه، لكن الكورونا دايليتورز تشمل الايه؟ النيتريت والنيتريت والكالسيوم شاي بلوكرز. ماشي كلام؟ فمعلش هنتكلم عن البيتا بلوكر قبل الكالسيوم شاي بلوكرز. فاهمين المسائل ماشيه ازاي؟ طيب البيتا بلوكر هنا فايدتها ايه؟ فايدتها قلنا زي ما قلنا قبل كده انها بتقفل البيتا ريسبتورز. طبعا احنا عارفين ان الهارت فيه بيتا ريسبتورز. في انهي نوع من انواع البيتا يا جماعه؟ بيتا 1. لما في البيتا 1 ايه اللي هيحصل؟ هيقل الايه؟ كارديك ورك. ها؟ بمعنى كده ان هو ممكن يعني مطالبه
الديماند بتاعه تقل. ماشي؟ طيب ما انت في نفس الوقت هتقفل البيتا 2 اللي موجوده فين؟ في الكورونري، وهتسيب مين المفتوح؟ الالفا اللي هي بتعمل فازو ريستكشن. معنى كده ان الكورونري بلاد فيسز هي ايه؟ او الكورونري بلاد فلو هيحصل له ايه؟ قول ما تخافش هيقل لان حصل فيه فازو ريستكشن. مش كده؟ انت اذا عملت حاجتين متعارضتين من جانب قللت الكارديو وورك، من جانب اخر قللت الايه؟ الكورونري بلاد فيسز. ولكن النتيجه العامه ها ان الديكريز في الكارديو وورك ده بيجيب نتيجه ايه؟ افضل بكتير او ممتازه. ها لان الديكريز اوف كورونري بلاد فلو بيبقى ما هوش ايه؟ نوت سيجنيفيكنت. لكن الديكريز اوف كارديو وورك بيبقى ايه؟ هايلي سيجنيفيكنت. ماشي؟ المحصله النهائيه ان هذا العيان بيكتفي بشويه الايه؟ بلاد لايت. ماشي كده؟ طيب في عندي نون سيلكتيف وفي عندي سيلكتيف. عندي سيلكتيف وايه؟ نون سيلكتيف. طب ما انا لو اشتغلت على سيلكتيف ما انا في الحاله دي انا تجنبت الايه؟ بلوك اوف بيتا 2 اللي هي موجوده فين؟ في الكورونا. واشتغلت على البيتا 1 اللي هي موجوده فين؟ في الهارت. يبقى انا كده قللت الايه؟ كارديو وورك من غير ما اقلل الكورونري بلاد فلو. واضح هذا الكلام؟ يبقى اذا هو الايه؟ حالات الانجينا نجد ان ما تقدرش تعمل في حريه التوبردانين. طيب يبقى انا في الحاله دي في حالات الانجينا عندي الايه؟ سيلكتيف بيتا بلوكرز كارديو سيلكتيف افضل من الايه؟ من النون سيلكتيف. ليه؟ لان النون سيلكتيف هتقفل الايه؟ البيتا دول موجوده في الكورونري، بينما الايه؟ الكارديو سيلكتيف بتقفل الايه؟ البيتا 1 بس اللي هي مينلي موجوده فين؟ في الهارت. طيب بالنسبة طبعا على الهارت بتقلل لي كل الكارديك بروبرتيز الهارت ريت والكونتراكتيليتي، وما دام قللت الهارت ريت والكونتراكتيليتي يبقى بقلل الايه؟ الكارديك اوتبوت. كذلك بتزود الايه؟ تايم اوف دايستول. ايه علاقة التايم اوف دايستول بهذا الموضوع؟ انتوا عارفين الكورونري فيلنج بيحصل له فين؟ بيحصل فين؟ في الدايستول. فلما بقلل التايم اوف دايستول ريليز تايم اوف تيشو بيرفيوجن، سوري بزود التايم اوف دايستول، بزود التايم اوف دايستول يعني بيخلي الايه الهارت ياخد ايه؟ يشتغل براحته. ليه؟ لانه كان بدل ما بيدق 120 في الدقيقه هيدق 70 في الدقيقه. يبقى اذا الايه؟ الدايستول هنا هياخد حقه. ها؟ هياخد حقه من التايم. ولما ياخد حقه من التايم ايه اللي بيحصل في التايم بتاع الدايستول؟ الكورونري فيلنج. ماشي يا رجاله؟ ها؟ لما بعمل دايلاتيشن في الايه؟ في بزود التايم اوف دايستول اللي هو بيحصل فيه ريلاكسيشن في او بيحصل فيه فيلنج للليفت فينتيكل، في نفس الوقت بيحصل فيه برضو ايه؟ فيلنج للكورونيك بلاتسس. يبقى اذا هو البيتا بلوكر على الهارت بتقلل الهارت ريت، بتقلل التاكيكارديا، بتزود التايم اوف دايستول، بتقلل الايه؟ الكونتراكشن، بتقلل البلاد بريشر. كلنا متفقين على هذا من المحاضره اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت، وعرفنا الميكانيزمات بتاعتها ايه؟ مش كده؟ يبقى اذا بتقلل الورك وفي نفس الوقت ايه؟ بتدي فرصه اكبر للايه؟ للكورونا بلاد فيسز تو بي فيلد. طبعا ديكريز انسيدنس اوف مايوكارديا انفاركشن والري انفاركشن مهمه جدا في حالات الايه؟ مايوكارديا انفاركشن. على طول بعد ما بيحصل فيه انفاركشن بيروح مدين ايه؟ بيتا بلوكر. ليه بيتا بلوكر؟ ليه؟ لان حالات المايوكارديا انفاركشن يا جماعه بيبقى فيها سلسله الاوفر اكتيفيتي. السمسات اللي بيحاول ينشط الهارت اللي تعبان ده، ها؟ فالنشاط او السمسات الاوفر اكتيفيتي ده مش كويس. فانت بتدي حاجه توقف مين؟ السمسات. مين اللي يوقف لك السمسات؟ اللي هو الايه؟ البيتا بلوكر. فطبعا ايه؟ قلنا بنديها ايميديتلي في الايه؟ افتر ام اي بيتا بلوكر الى اخره. قال لك انها بتقلل المورتاليتي، وطبعا احنا ايه؟ بناخذ بالاسباب، لكن الاجر واحد، عمر واحد، وطب واحد. بنقول البيتا بلوكرز فيرست لاين از بروفلاكسيس ثيرابي اوف بيشنتس ايفورت اند يوز كرونيك او ستيبل انجينا. فيرست لاين فين؟ في البروفلاكسيس. لكن في تريتمنت اوف اتاك ينفع تدي بيتا بلوكر؟ ليه مش هتنفع؟ لان هي مش بتعمل لك دايليتيشن. انت عايز تضيع ايه؟ الاتاك بتدي كرونيك دايليتور. Reduce severity and frequency of angina attack, elevate the angina threshold. يعني ايه elevate the angina threshold؟ يعني تديك فرصه اكبر
لكن انت بتدي الايه؟ تبذل مجهود اكبر. واضح هذا الكلام؟ واحد كان بيجي له الايه؟ تشيست بين بعد ما بيطلع دور واحد بس. بعد ما خد البيتا بلوكر تديه فرصه ان هو ايه؟ يطلع دورين. ماشي الكلام؟ واضح؟ زي ار كونتر انديكيتد امبيشنز ويز اندرلاين كورونري فازوس باز. طبعا مين ار كونتر انديكيتد؟ اللي هو الايه؟ ها؟ ايوه نون سيلكتيف. نون سيلكتيف، لكن السيلكتيف ممكن برضه في ايه؟ نستخدمها ولكن ايه؟ بمحاذير. ماشي يا رجاله؟ بنقول النقطه دي بالنسبه للايه؟ بيتا بلوكرز ويز وزاود انترنسك سيماستيك اكتيفيتي زي مين؟ زي البروبرانولول. دي ما اقدرش ايه؟ اعمل ابرابت ستوب. ليه؟ لان الريسبتور دي حصل فيها ايه؟ ابريجيليشن. زياده في النمبر وفي السنسيتيفيتي. ما حصلش، ما ينفعش ايه؟ اعمل ابرابت ستوب. لازم اعمل ايه؟ جرادوال وزرو. لكن الحاجات اللي معاها انترنسك سيماستيك اكتيفيتي يا جماعه انا يا كابتن ما ينفعش كده. اللي عايز يحضر من الاول اهلا وسهلا، مش عايز يحضر بطل براحته. لكن ما ينفعش واحد خارج واحد داخل، ما ينفعش. دي مش موجوده في اي مكان، مش كده ولا ايه؟ اللي عايز يحضر من الاول اهلا وسهلا، مش عايز يحضر من الاول بطل اهلا وسهلا، مفيش مشاكل. بنقول اهوت ايه الحاجات اللي هي ليها انترنسك سيماستيك اكتيفيتي دي ممكن تعملها ابرابت ستوب، مفيش مشاكل. ليه؟ لان مفيش هنا عندنا ايه؟ ابريجيليشن. لكن الحاجات اللي مالهاش انترنسك سيماستيك اكتيفيتي دي في الحاله دي لازم نعمل ايه؟ جرادوال وزدروال. كالسيوم شان بلوكرز برضه اتكلمنا عليها في الايه؟ في الهايبر تنشن. وقلنا ان في عندنا ثلاثه اساسيين اللي هو ايه؟ نايفيدبين ديرابامين والدلتا. اقواهم فازو دايليتور او تاثير على البلاد فيسلز هو ايه؟ نايفيدبين. يبقى اذا النايفيدبين هيفيدني قوي في حالات الايه؟ الكارديو او كارديو سباستيك انجينا او فازو سباستيك انجينا، مش كده؟ لان عندي مشكله اساسيه ايه؟ في سباستيك. فاقوى حاجه بيشتغل على البلاد فيسلز هنا الايه؟ نايفيدبين. ماشي يا جماعه؟ ان الفيرابامين ده بيشتغل شبيه بمين يا جماعه؟ شبيه الافكت بتاع الهارت شبيه بمين؟ شبيه بمين في الدراجز طبعا؟ ها؟ شبيه بالبيتا بلوكر كده، لان هو بيقلل الايه؟ الكونتراكشن وبيقلل الهارت ريت. نفس الاكشن بتاع مين؟ بتاع البيتا بلوكر. فالشخص اللي ما اقدرش اديله بيتا بلوكر عنده اي كونتر انديكيشن للبيتا بلوكر اديله ايه؟ ديرابامين. ماشي الكلام؟ يبقى اذا الديرابامين بيقلل الايه؟ كارديك وورك، بيقلل ال بيقلل الكارديك وورك ليه؟ لانه قلل الكونتراكشن وقلل الهارت ريت. Life media is the drug of choice in the brain's mental angina during the acute attack. طيب الميكانيزم اوف اكشن طبعا زي ما انتم عارفين انها بتمنع دخول الايه؟ الكالسيوم من الكالسيوم تشانلز. وعارفين ايه العلاقه بين الكالسيوم والايه؟ والسباسم. وبالتالي بتمنع الايه؟ بتعمل ريلاكسيشن في البلاد فيسلز. في الهارت نيجاتيف اينوتروبيك وبرونوتروبيك اللي هم مين يا جماعه؟ اللي هم الدوبامين والدلتيازيم. هم اللي ليهم نيجاتيف اينو ونيجاتيف كرونو. زيهم مين؟ دلتيازيم. لكن نايفيدبين هل ليهم نيجاتيف اينوتروبيك وبرونوتروبيك؟ ما لهمش. ماشي الكلام؟ نايفيدبين ده بتاع البلاد فيسلز. طيب زي ما قلنا دي اللي هي جروبس اوف كالسيوم شانلز. ودي برضو الايه؟ الكومباريزون اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. نفس الايه؟ الكلام ونفس الايه؟ السيستم يمكن فيه اختلافات شويه في الرموز بتاع، لكن هو نفس المعنى. طبعا هو ده ايه؟ نايفيدبين مشكلته ايه؟ هو ده احنا في هو ممكن يعمل لك ايه؟ شويه تاكيكا. لكن الفيرابامين والدلتيازيم هيعمل ريد كارد، ممكن يعمل هارت بلوك، ممكن يعمل هارت فيلير للايه؟ الناس اللي هم اللي احنا بنستخدم معاهم هذا النوع من انواع الكالسيوم شان بلوكرز فور لونج تايم. طيب فارماكو كينيتكس طبعا برضه الفارماكو كينيتكس في حاجات ليها اكستنسيف فيرست باس
الفكر زي دايما كسب شويه بلوكرز بتاخد ايه كل 6 ساعات او كل 8 ساعات بالكتير، بس بدل تطلعه كسب شويه بلوكرز لونج اكتنج زي السلميترول مثلا. الاملوديبين برضو من الحاجات اللي هي ايه كل اللي ايه الاملوديبين دي انواع اخرى، وال والفريدوبين و الى منش ذات بعض الوقت الاختلاف هنا في الايه في انواع في الفارماكوكينيتكس ماشي، يعني مجموعه ال نايفيدبين وشركائها في اختلافات في الفارماكوكينيتكس. هذه الاختلافات في الفارماكوكينيتكس بتدي ايه بتديك سعه انك انت تستخدم على لونج تايم. طيب متابعز في الليبر طيب بالنسبه للسيرابيتيك يوز اوف انجينا او كالسيوم شارك بلوكرز زي ما خدنا قبل كده احنا بنستخدمها في حالات الانجينا اول كالسيوم شارك بلوكرز اي واي يوز اون اول تايبس اوف انجينا اون ماي في دي بي في حالات الايه الفاريانت انجينا بيبقى ليها تاثير جيد جدا. النايتروبين الدرابامين بتحل محل مين بيتا بلوكرز الناس اللي هم ما نقدرش نستخدم فيهم ايه بيتا بلوكر. طبعا في الهايبر تنشن في الاريزميا الاريزميا مين اللي بنستخدمه الدرابامين او الدلتيازيد، لكن النايتروبين لا في المايجرين هذه برضو هذه البروفلاكسس الدرابامين والنايفيدبين دول بيستخدموا في ايه في البروفلاكسس اوف النايفيدبين برضو مهمه جدا في حالات الايه بريفرال فاسكولار ديزيز، كذلك النيموديبين في حالات الايه السيريبرال ثرومبوز او الستروك النيموديبين بالذات. طيب البوتاسيوم شين اوبلانس دي برضه الفكره منها يا جماعه احنا عايزين نعمل دايليتيشن. نعمل دايليتيشن ازاي؟ يا اما نمنع دخول الكانسر او نخرج مين؟ البوتاسيوم. البوتاسيوم مش هيقدر يخرج للشانلز الا لو ادينا دراجز تفتح لي هذه الايه؟ الشانلز. ماشي؟ فاذا الفكره من البوتاسيوم شين اوبنرز انها بتسمح بخروج البوتاسيوم. لما تسمح بخروج البوتاسيوم يحصل ما يسمى بالايه؟ بالهايبر بولاريزيشن. اللي هي زياده في الريستنج ستيت. ها اللي بيحصل فيها ايه دايلاتيشن في الايه في البلازما. طيب طبعا ايه المزايا بقى ان هو زي ما قلنا طبعا بتعمل ايه بتفتح البوتاسيوم شانلز بتزود خروج البوتاسيوم، لما بيخرج البوتاسيوم يقل دخول مين الكالسيوم حاجه اوتوماتيك في السيلز ها، وبالتالي بيحصل فيه هايبر بولاريزيشن او ريلاكسيشن. ليس تولرنس ممكن دي من البدائل اللي احنا ممكن نستخدمها لو في عندي مشكله في النيتريتس او بتاع من ايه بنلجا للكالسيوم شين بلوكرز او البوتاسيوم شين اوبيدرز. بروتكشن اوف مايكاردير سيلز اجينست اسكيميك انجري دايليشن اوف ارتريز والفينيولز او ارتريولز والفينيولز كوريا دايليشن نو افكت اون كونتراكتيفيتي او كونتراكتيفيتي ما بتاثرش، يعني مش زي ايه الفيرابامين او الديلتيازامين. فيلير اوف اذر دراجز حاجات التانيه مش قادره ايه مش قادره ساعدني فبلجا للايه؟ بوتاسيوم شين اوبنرز. السايد افكت طبعا بتعمل فيه دايلاتيشن يبقى على طول فيه ايه؟ هيدك في بالبيتيشن. يعني ايه بالبيتيشن؟ يعني تاكي كارد. بالبيتيشن هو ايه يا جماعه؟ ان هو ايه؟ اويرنس اوف ذا هارت بيتس. احنا كلنا قاعدين ما حدش حاسس بالهارت بيتس بتاعته. لكن لو حصل انك انت بدات تحس بالهارت بيتس ده بيقول عليه ايه؟ بالبيتيشن. تحس ان ايه؟ قلبك بيخبط في صدرك. فلاشنج كذلك ليه؟ نتيجه الايه؟ السكن بلاد فيسلز حصل فيها دايلاتيشن. حصل فيه شويه ديزنس نوزيا برونكي ديزنس اللي هو ايه عدم اتزان ها يعني الواحد تحس كده ان هو مش ايه مش موضوع مش موزون. ادجنكتيف انتي بليتليت دراجز اللي هو اسبرين وكلوبيدرول اللي هو ايه بالفيكس او انتي لايبيدمين دراجز. ليه بندي انتي بليتليت يا جماعه؟ الناس اللي هم عندهم بالذات اللي ايه في السيبر انجينا السيبر انجينا ده احنا قلنا بتحصل نتيجه تقدم في السن لما بيحصل فيه تقدم في السن بيحصل فيه ايه؟ نوع من انواع الاسوسكلوز مش كده يا جماعه؟ واسوسكلوز يعني ايه؟ يعني بوزيشن فين؟ في الليبيدز في الساب اندوثيليال فبيحول الاندوثيليال من سموث سيرفيس الى رف سيرفيس. هذا الرف سيرفيس بيدي فرصه للبليتليت انه يحصل فيه ايه؟ اجريجيشن. فعشان كده بتبتدي ايه؟ بتدي انتي بليتليت. اشهر انتي بليتليت اللي هو مين؟ الاسترين سمول دوز. ليه؟ لانه بيعمل الميكانيزم بتاعه ايه؟ ان هو برضه بيعمل انهبيشن للايه؟ للثرومبوكسين اي 2 انزايم اللي هو بيعمل بليتليت اجريجيشن.
الاسبرين فيه مشكله او مش قادر تستخدم الاسبرين بتستخدم برضه الكلوبيديبرول اللي هو ايه بالفيكس اللي هو ايه برضه من الحاجات اللي هي المؤثره 75 ملي جرام مره واحده في اليوم. ممكن في بعض الحالات السجين بتستخدم الاثنين مع بعض. ماشي الكلام؟ كذلك برضه الايه انتي ليبيدمك دراجز اللي هي الدراجز اللي هي بتستخدمها عشان تقلل الايه الليبيد. طيب استنى الفريتمنت ماشي مفيش مشاكل. بعد كده في ايه اذر دراجز او اذر اكيوت يعني دي نيو دراجز دي اخر سلايد. لا ده دوت التريتمنت اللي هو الايه استراتيجي اوف تريتمنت. في عندك اكيوت اتاك زي ما قلنا بتديها بالحاجات اللي هي ايه تريليف بسرعه. واحد بتاعه بيتالم ها فلازم ايه تريليف الايه الدين بسرعه. اسرع حاجه في الموضوع ده اللي هو الايه نيتريت نيتريت اللي هي سبليت. لكن بعد ما تريليف الدين ما ينفعش انك انت تمشيه من غير ما تديله ايه سيست يمشي عليه ها نظام دوائي ونظام غذائي ونظام حياتي مش كده. النظام الدوائي هو ايه انك انت بتديله حاجات بروفلاكت يا اما راوند اكتنج ناتورال سليب او بتديله بيتا بلوكرز. بيتا بلوكرز دي اساسيه ها عشان تقلل الايه كاردياك وورك. في عندنا مثلا يقول لك ايه على قد الحفك مد رجليك ها فانت بتقلل الايه الورك بتاع الهارت بحيث ان هو يكتفي بشويه الايه البلاد اللي رايحين. ماشي يا رجاله. كذلك برضو مين بيحل محل البيتا بلوكر اللي هو الايه الفيربامين والدلتيازين. طيب انتي استروجينيك الاستاتينز انتي بليتلت دراج ار كونتر انديكيتد ان جاي ايه الحاجات اللي هي كونتر انديكيتد. ادويه البرد ليه ادويه البرد ليه؟ فيها ايه؟ سمباسو هايماتكس فيها سمباسو مايماتكس فيها سمباسو مايماتكس يعني هتزود الايه؟ كارديو كور مش كده؟ يعني بقى حريصين جدا. امال اللي عنده برد ده نسيبه يتلج؟ لا بنديله فيتامين سي بنديله انتي هيستامينيك في الاخر. وبرده الانتي هيستامينيك نخلي بالنا الانتي هيستامينيك في منها نوعين. في نوع ليه سترونج اتروبين لايك اكشن في الحاله دي برده هيعمل لي تاكي كارديا. وفي نوع اللي هو الايه نيو فيرجن اللي هي ايه ليه اقل بكتير اتروبين لايك اكشن بتاعه اقل بكتير. امينوفيلين امينوفيلين زمان كانوا بيدوه في الانجينا يا جماعه. امينوفيلين كان زمان بيدوه في الانجينا يعني وانا بدرس كنا من الدراجز اللي بنديها في الكورونري في الانجينا امينوفيلين. لكن دلوقتي بداوا يستبعدوه. ليه بقى؟ ان هو اينام هيعمل كورونري دايلاتيشن ولكن مقابل ان هو شويه بيعمل شويه دايلاتيشن بيعمل ايه في الهارت ريت؟ بيزود الهارت ريت. وما ينفعش ان ايه اديك 5 ريال واخد من جيبك 2 مش كده؟ يبقى افترى يعني. فعشان كده ايه؟ الانتي ديبريسنس برضه الانتي ديبريسنس برضه حاجات اللي هي سترونج ايه؟ اتروبين لايك اكشن. فعشان كده بيستبعدوها او يعني تستخدم المحاذير. الكوكس 2 انهبيتورز برضه من الحاجات اللي هي ايه؟ المين سايد افكتس بتاعها الكارديو فاسكولار. ماشي الكلام؟ فبرضه ما ينفعش ندي ايه؟ اللي هي سيلكتيف كوكس 2 انهبيتورز. طيب الفاريانت انجايدا برضه بتدي نايتريتس بتدي كالسيوم شاي بلوكرز دونت يوز بيتا بلوكرز سبيشالي نون سيلكتيف. ماشي الكلام؟ واضح؟ الانستيبل انجايدا اللي هي قلنا ايه؟ برولونجد تايم ومور فريد وانت الى اخره. بوستلايزيشن كومبليت ليس وهيبرين انت عندك برضه ايه؟ يعني دي ايه؟ زي ما قلنا عليها بوتنشالي انفكشن فدي لازم ايمرجنسي ها؟ دي ميديكال ايمرجنسي لازم في ايه؟ في المستشفى. وبندي ايه؟ بوستلايزيشن كومبليت بيد ريست هيبرين اسبرين كلوبيديبرول نايتريتس كابسول شاي بيكلز اف ذا اباف تريتمنت از ريزيستنس coronary artery reperfusion surgery thrombolytic therapy is not indicated worsen the problem. thrombolytic لو انا عندي طبعا لو مفيش ايه infarction لسه ما وصلش ايه complete infarction. new drugs بقى اللي هي ايه specific SA inhibitors دي drugs بتعمل bradycardia من غير ما تعمل مشاكل اخرى بتعمل bradycardia من غير ما تعمل مشاكل اخرى. Inhibits activated sinus sodium channels. It's in all time hypervolarization slows the heart. No effect on the myocardial contractility. كذلك
يوز ديفون بيتا بلوكرز ار كونتر انديكيتد اور نوت تو دوريتد. الريجن عندي في حاجه ثانيه اللي هي الايه الايفا براديم. ايفا براديم دوت من ضمن الحاجات اللي هي ايه اس اي سيلكت اس اي انهبت. ها هي مش عشان بس انه يعني مين على اس اي نوت اللي هو البيس ميكر بيس ميكر اوف ذا هارت تعمل له انهبيشن فبتقلل الايه الهارت ريت. لما تقلل الهارت ريت يبقى معنى كده انها هتقلل الورك. ها نفس الاكشن اللي كان بيعمله مين بيتا بلوكر انها بتقلل الورك كذلك الايه الفيرابادين والدلتا ازا. السايد افكتس بتاعته ان هو هيعمل طبعا شويه بريد كارديا هيعمل هيديك ونزس الى اخره. سوديوم شان بلوكرز اللي هو ايه رانولازين. رانولازين دوت انهبت ذا ليت فيز اوف سوديوم كارنت ان ذا مايكارديال برضه بيقلل انترسيلولار صوديوم وده بالتالي هيقلل انترسيلولار كالسيوم. صوديوم وكالسيوم بيمشوا مع بعض ها جنب بجنب بيجي بيزود الايه الدايستوليك فانكشن بيقلل الوول تنشن بيحسن الايه الاكسجين كونسامشن. ده اللي هو اسمه ايه رانو لازين. رانو لازين ده اللي هو ايه صوديوم شانل بلوكر. السايد افكت بتاعته اللي اخره جي اي تي مش عارف هيريك ديزنس سينكو دراج دراج انتراكشن مع الفيرمامين وسايكلوسبورين. كذلك اخر حاجه اللي هي ميتابوليك موديتورز اللي هي ايه تراي ميتازيدين. تراي ميتازيدين ده اللي هو اسمه بقى باستريل. باستريل في السوق اسمه باستريل وده بيشتغل كتير بس ما تقدرش تعتمد عليه لوحده. ليه؟ هو بيشتغل زي برضه بيعمل انهبيشن للبارشل بيعمل بارشل انهبيشن للسوديوم بشكل بلوكرز. يعني حاجه بيحسن زي ما قال لك ان هو تقيل العنوان ميتابوليك موديتورز يعني ما بيخليش الهارت يستخدم فاتي اسيدز خالص في الايه في الاكسديشن. ان استخدام الهارت الفاتي اسيدز في الاكسديشن ده بيحتاج مجهود اكبر ها بينتج عنه اكسجين راديكالز كتير ها فهو ما بيخليش الهارت يلجا لهذا الموضوع خالص يعني بيخليه 100% ايروبيك ها بيعتمد بس على الايه على الجلوكوز في الايه في توليد الانرجي بتاعته زي بارشلي انهبت الاف اي اللي هي الاف اي اللي هي ايه فاتي اسيدز اوكسيديشنز ان ذا مايكوبيوم بيزود الجلوكوز ميتابوليزم ديكريز اوف اوتو ريكويرمنت بير يونت اي تي بي امبروف سيلير تيرنس اوف اسكينيا انهبت ليت سوديوم تايت شانز بروتكت اجينست اوتو راديكالز يوز اس اديشن. ما ينفعش انك انت تستخدمها ايه لوحدها. شكرا جزيلا.